السلام عليكم. شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير، ربي يحفظك. احنا شاكرين اولا التزامك وارتدائك حزام الامان، وهذا اكيد دليل على وعيك وثقافتك المروريه. شنو مخالفتك؟ ما اعرف. ما تعرف؟ مقدم باسم، شنو مخالفتك؟ قال لي اول شيء حزام ملابس. نعم. والكرسي اللي صفه المفروض 2 سنة بسيارة. نعم. والصراحه راح اشيك اياها. نعم. السيد ما بيوقف درجته دافتر عليها. ليش اكذب عليك؟ لان شركتنا هنا بسعد عقبه فما قد دراجته طلعت على مود على السريع. هسه المهم هي مخالفه لو مو مخالفه؟ بعيدا عن الظروف الثانويه. انتوا ادرى بيها بالنسبه اذا تقولون مخالفه مخالفه. احنا نقول لو القانون يقول. هو القانون. رحم الله والديك. زين احنا ايضا اكو فيما يخص اللوحات. اللوحه مالتك معاملتها كامله. نعم. باقي بس على شغله الضريبه. نعم. معاملتها موجوده ومنسق داك. نعم. مكمل. نعم. كزاز كفحص. تعرف. سحبوا ولا اللوحات؟ عاشت ايدك، اللوحات هي موجوده ومطبوعه. عدم وجود اللوحات وتثبيت اللوحات الورقيه راح يعرضك للمخالفه وراح يعرضك للمحاسبه، فنصيحتك الى اخوانك فيما يخص مراجعه مواقع التسجيل لتثبيت لوحاتهم. والله انا بالنسبه لي بعيدا عن الاعذار الجانبيه. لا ماكو اعذار جانبيه. نعم. بس هي الهيئه المرور العامه. نعم. لو اجراءاتها تكون سريعه. نعم. واحد ما يتوزع الورقي. تمام. زين تجي وياي للمرور هسه نتوجه فيما يخص طبع اللوحات. تعرف انه طبع اللوحات يوم بيوم تنطبع اللوحه حاليا؟ والله ما نعرف، لان احنا راجعنا مال الغزاليه. نعم. قالوا الا كم ضربه وسحبوا اللوحات من عندنا. كم ضربه؟ يعني تمام. يلا هذه اجراء. تمام. التقصير فيما يخص في بس افتهمني فيما يخص اللوحات، انت لو كامل اجراءات المعامله يتم تسليمك اللوحات، صح لوني غلطانه؟ صحيح. يعني هل مديرية المرور هي منطقتك اللوحات لو اكو نقص معين؟ اكو نقص معين. رحم الله والديك. ضربة. ربي يحفظك. هسه انت وضحت لنا، انا فيما يخص مديريتي اوضح لك انه طبع اللوحات يتم في يوم واحد، مجرد اتمام كافة الاجراءات يتم طبع اللوحات. فنصيحة من عندك الى اخوانك سائقي المركبات اللي ما يراجعون على لوحاتهم. والله اذا ما يراجعون على لوحاتهم هم اللي يخسرون، لان هم يعني يصيرون تحت طائلة القانون. اكيد. مو؟ نعم. اولا وثانيا هم يتاذون. نعم. بنفس الوقت يعني اقول لهم راجعوا بكل المعامله مالتهم. نعم. ويا حبذا يعني توجيهنا من واحترامنا لمديرة المرور العامه. نعم. لان من كملنا احنا اهل الناس. نعم. من كملنا المعامله. نعم. يابا اكو نقص بعد الا الضابط. نعم. لا تدقق المعامله. لقاها دقق المعامله كان يقول هذه نقص ما الضربه، شلون ما مكمليه؟ فيما يخص اللوحات الورقية ونعرف توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم بعدم سماح يعني للمركبات أو أي سيارة بالتجوال وهي اللوحات تنطبع يوم بيوم. صحيح. شنو إجراءاتكم بالشارع؟ بالنسبة للوحات. نعم. متوفرة جميع مواقع المرور. نعم. يعني معنى إجراءك إجراء آخذ المقر الطابع. نعم. نطق معاملة لما فحص الجزئية مامور. نعم. فحص المركبة. نعم. الحين إصدار لوحة الجزئية مامور تبي تلحق ما تمام. تمام. أنا أتمنى لك كل صحة والسلامة. شكرا جزيلا. ممنون. إخواننا سائقي المركبات فيما يخص مراجعتكم لمواقع التسجيل، مواقع التسجيل بكافة مواقعها بغداد والمحافظات تتوفر اللوحات. بنفس اليوم يتم طبع اللوحات، ودائما ما ننبه واثناء تجوالنا الميداني واثناء برامجنا ومواقع التواصل الاجتماعي دائما ما ننبه لاخواننا سائقي المركبات بمراجعه المواقع لاستلام لوحاتهم، لان هناك كثير من اللوحات يتم طباعتها وصاحب المركبه ما يراجع، يقول انه اهم شيء هو كمل معامله استلم سنويه، اكو ملصق يترك الموضوع. احنا نتمنى يكون هناك تعاون، احنا غايتنا هو خدمتكم، مواقع التسجيل مفتوحه على مدار الاسبوع لغرض تسجيل المركبات واصدار اجازات السياقه، يعني ماكو شيء يمنعك من عدم توجهك الى موقع التسجيل لاستلام لوحاتك. في حاله حصول تقصير من طرف ما يجب ان نلاحظ انه التقصير يكون واضح. اجراءات المعامله في حال لم يكن بها هناك نقص بالإمكان تكمل تسجيل المركبة بيوم واحد، لكن إذا أكو إجراءات لدوائر أخرى هذا ما يقع على عاتق مديرية المرور العامة. السلام عليكم. شلونك أخوي؟ إن شاء الله بخير. اليوم نريد نصيحة من عندك إلى أخوانك سائقي المركبات الرياضية.
نشوف بعض سائقي المركبات الرياضية للأسف ما عندهم التزام قوي. صح صح. فأنت كسائق مركبة شفنا عندك الالتزام. أكيد. شنو نصيحتك إلى أخوانك سائقين المركبات الرياضية عمد ما يعرضون نفسهم للمشكلة أو المخالف؟ هي كمركبة رياضية عاش تيدك سريع الصير، فلازم هو يلتزم تجنباً للحادث القوي. عاش تيدك. لأن هي أول شيء سريعات باستثناء 6 أو 8 هي كل المركبات سريعة. صحيح. فلازم يعني الالتزام وهيك. يعني هسه تقول شو تقول لإخوانك سائقين مركبات الرياضية؟ أهم شيء الالتزام. الالتزام بالقانون. الالتزام قانون أهم شيء طبعاً. عاش تيدك. القانون. تمام. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة، ربي يحفظك، توكل على الله.